السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على لو أنا عايز أعمل إكسبورت للملف للأوتوكاد، تمام؟ في تكاية كده نتكلم فيها. خلينا نفتح مثلا دور من الأدوار. أنا عايز لما أصدر الضغطات يبقى كل واحد على لير مختلف، تمام؟ ما يبقاش كله لير اسمها ضغط، لا، أنا عايز سبلاي ضغط، ريتيرن ضغط، فريش اير ضغط، اكسوست ضغط. طيب خلينا اقول له فايل، واروح قايل له ان انا عايز اعمل اكسبورت كات دي دبليو جي. من هنا بتصدر الفيو ده بس، او ممكن تقول له انسيشن وبعد كده تختار مثلا عايز الفيوز اللي في الموديل وتعلم على الحاجات اللي انت عايزها، ولو دوست على اي واحد من هنا هيبدا يجيب لك فيو لي في الجزء دوت. طيب الثلاث نقط دول هتدوس هنا هتلاقي ان انت ده الانسيشن اكسبورت سيت اب. طيب خلينا نقول له نيو اكسبورت سيت اب، وهنسمي ده مثلا اتشيباك تكييف. اللي غلطت من البرامج المتصالحه مع نفسها في اللغه العربيه ما بتعملش مشاكل. طيب الاير تيرمينال زي ما انت شايف هو بيصدره كله على اللاير واحده. قدر انت عايز تقسمهم، هتدخل هنا وتقول له الاسم انا عايز اير تيرمينال، وبعد كده شرطه، وبعد كده يعمل لي السيستم نيم او السيستم تايب او السيستم كلاسيفيكيشن، مثلا السيستم نيم كده. لما يصدر الليرات هيصدر كل حاجه لوحديها، الاير تيرمينال ضغط، السبلاي اير تيرمينال، ريتيرن اير تيرمينال، فريش اير، وكيتشن، وهكذا، تمام؟ فبالشكل ده انت فصلت كل واحدة لوحديها، تمام. نفس الكلام برضو في الضغط وفي الباي. نقدر نقول له بايب ونقول له مثلا سيستم نيم عشان يبقى على اكتر من لير، وهنحط هنا شرطة عشان نفرق. يعمل لك بايب وشرطة سيستم نيم، ومن هنا اكسبورت لير اوبشن. ممكن تختار بقى اكسبورت كاتيجوري بروجريس اند اوفر رايت باي انتيتي، او علم على اخر واحده اكسبورت اول بروبرتيز باي لاير اند كرييت نيو لاير فور اوفر رايت. في اوفر رايت فبتعمل كل واحده لوحديها. طيب ايه الكلر اي دي ديت؟ الكلر اي دي اللي هو اللون، اللي هو في الاوتوكاد كده تلاقي ايه اللون الاحمر مثلا بواحد، اللون الاصفر باثنين، وهكذا. فدي الكلر اي دي. وهنا باللاين بتلاقي كل حاجة هتتصدر على نفس اللاير بتاعتها، إلا لو أنت عايز تغير تصدر على الخط تاني، وده الهاتش. التكست هو الكلر ما تغيرش ديت. لما بتخليها ار جي بي لما تيجي تطبع من الاوتوكاد بيعمل لك مشاكل. ليه؟ لان الاوتوكاد على طول بيشتغل بنتين 55 كلر، فلما بتحوله الار جي بي ريد جرين بلو كل واحد فيهم 255، فبتلاقي مشاكل في التصدير وبنضطر نقعد نحل المشاكل دي. السوليد ساعات في 3 دي فيو بيحصل مشاكل معينه في التصدير، فانت ممكن تخليها اي سي اي اس سوليد. ده بالنسبه لو انت بتصدر 3 دي فيو ولقيته خطوط لوحدها فبنختار الاختيار ده. هنا اليونت طبعا زي ما هي ما تحاولش تعدل فيها. خلي الروم والسبيس والاريا اكون لاين، ده الاختيار ده كويس. لو في لير مش هتطبع هيحط كلمه ان ال بي تي نان بلوت. هنا السكوب بوكس لو انت مش عايزه اعمل له هايد، لو الريفرنس بلان اعمل له هايد، الان ريفرنس فيديو تاج ممكن تعمل له برضه هايد. انت عايز تصدر لاني اوتوكاد حاول تنزل شويه على اساس ان هو يبقى سهل ان هو يفتحه، ما يبعتلكش رساله يقول لك انا مش عارف افتحه. طيب بعد ما خلصت ممكن تقول له نيكست، وانت بتصدر شيل الاختيار دوت الافضل، اللي هو ليه؟ لو انا عندي كذا فيو مرتبطين ببعض مصدرهم كلهم كملف واحد. لو انا عندي شيت وفيو بيصدروا كملف واحد، ما بتلاقيش اكستريفات كتيره وتضطر تدخل اللي انت هتصدره، فشيل الاختيار ده افضل حاجه. وهنا تقدر تخلي الاسم قصير او طويل. شورت هيبقى بالاسم دوت، لونج هيبقى واخد اسم الملف نفسه وبعد كده اسم الفيو.